على هامش القمة الأوروبية كان تصريح لزعيم حزب الاستقلال البريطاني النائب الأوروبي البريطاني المعارض للوحدة الأوروبية نايجيل فارج، الذي قال للصحفيين: انتهى الاتحاد الأوروبي وماتت الوحدة الأوروبية وانتهت. بريطانيا هي الدولة الأوروبية الأولى التي نالت شرف رفض العضوية في الاتحاد الأوروبي. تعلمون أن دولا أخرى قد تتبع، ربما تكون الدنمارك، ربما بعدها هولندا، ثم يمكن أن تخرج السويد. دول أخرى تأمل بحصول استفتاء وسترفض الاتحاد الأوروبي. نايجيل فارج أعلن أنه ربح حرب الخروج من الاتحاد الأوروبي ويسعى الآن للفوز بسلام حسن العلاقات مع الدول الأوروبية.